معكم رجل البرية وأشقاؤه يا إلهي يا للروعة إنه جبل جميل. السلام عليكم ليكيب، خرجة جديدة ديك النهار مع سوبرمان، اليوم مع باتمان. رانا حنطيرو ديريكت كيما باتمان للجبل الفوقة. وشو اسمها البلاصة سامر؟ تلاقيلف. رانا في تلاقيلف. تلاقيلف. فوالا. وخرجة وفرجة. يحيى المغامر على طريقة الكوبوي. دور منا. منا منا. محلو هاي فان كيلو. Thank you.
ولا المغاره هاي ليك. الحمد لله هاي بانت لنا دوك نكملوا لها واحد 2 كيلومتر دينيفلي تاع تقريبا ديس هكذاك هكذا، وفيها شويه اسكالات دوك نطلعوها ونشوفوا واش كاين الداخل. هلا صافي بليزير اخر كريات لحد العام فريمون طلعة قصحة لي كيف والمغارة راي لهيك. انا رايحين معها حبة حبة ان شاء الله تكون مليحة لداخل. وهذا مكان كيف انا وصلنا للمغارة الاولانية راه فيها الشباب داخل باش نكملوا معاها، والمغارة الدوزيام هاي ليك هي اللي غامقة راح نشوفوا معاها ونشوفوا وين راهو واصل. مالغري رانا في 3 افريل يعني في الربيع، مي البلاصة هذه مازال فيها الجو الثلج. على كورت اوب يا حيدك يا حيدك انا جاي. راح راح سامي والله لي كيب. انا في دخلت على المغاره، اللهم ادخلنا مدخلاتك واخرجنا مخرج اسد. هذا هو الدعاء اللي نتكلوا على ربي ندخلوا لداخل. قال كاين خفاش لداخل وكاين عظام تاع واحد الشادي كبير عاش لهنا بكري. دوك نشوفوا الا داوهم هذوك العظام ولا بقاو ولا ما بقاوش. زيروا صبابتكم مونطيو الضو ديالكم ونحوا الباجاج وتبعوا معنا. اصبر ليوم اوه قطعت انا اخويا.